لماذا ينتابنا أحيانا إحساس بالسقوط في فراغ أو من مكان عالي أثناء النوم؟ هناك إحساس بالسقوط في الفراغ أو من مكان عالي لا يمكن تفسيره في الأغلب، والقليل من الناس من لم يجرب هذا الإحساس ولو مرة واحدة في حياته. لكن السؤال المطروح هنا، هل هذا الشعور غير السار بالسقوط والذي يوقد صاحبه في حالة فزع حلم سيء أم ردة فعل؟ رغم قلة الدراسات حول هذا الموضوع، إلا أن الخبراء أكدوا أن هناك عدم تزامن بين نوم المخ ونوم العضلات خلال فترة التنقل من النوم الخفيف إلى النوم العميق، لذلك تحصل هذه الظاهرة في هذا الوقت بالتحديد. وقد وضحوا أنه عندما يغفو المرء تبدأ العضلات والدماغ بالاسترخاء تدريجيا، فإذا كان استرخاء العضلات أسرع مقارنة بالدماغ فإن هذا الأخير يحاول استعادة السيطرة على العضلات، فيخلق هذا النوع من ردة الفعل خلال ثواني قليلة. كما يقول أخصائي اضطرابات النوم أن هذا النوع من ردة الفعل لا يؤثر على جودة النوم. والدليل على هذا أن الأشخاص بعد إحساسهم بالسقوط والاستيقاظ في حالة رعب يعودون للنوم بسلام كأن شيئا لم يكن، وقد أكدوا أن بعض الأطفال لا يحسون بها رغم حدوثها.